هاي بوقتها كانت ماخذ بس ام خدود وتاخرت خلفتنا، فواحده من العجائز قرايبها قالت لها اكلي صمون عسكر وراحت خلفين، وانا كنت كل ما انزل للبيت اجيب بيه دقونيه، وام خدود ظلت تقرقط بيهن وترجع لي ورا، وهن صمونات عشان نعمه الله تقول صلبوخ. الله يساعدهم. هلا عيني اخوي، احنا جوارينكم الجدد ونزلنا بذاك البيت وهسه راح توصل غراضنا، قلت بلكة تتعاونون شوي حتى ننزلهن. بسيط اخوي نعاونك، بس ايش عجب مصعد النسوان والجهال بالبادي وانت ما وياك احد بالصدر؟ وش تريد نصعد نسوان وياي بالصدر؟ شو يقولون علي يا عمامي؟ عمودي هاي عادات وتقاليد انت ما تعرف بيها. يا اخي هن نسوان خو مو حيوانات. خالي هسه راح تعاونوني لو لا؟ هاي هي النزوها يمكم ورحم الله والديكم. هذا البيت يبين صغير من برا بس من جوا مساحته واسعة. هو أنا الحسة ببي اشتريته. هي هاي المساحة تقدر تستغلها وتسويها حديقة وتطلع فتشي. لا عمي يا حديقة. لا عاد ايش راح تسوي بيها؟ اها وصل الحلال. ايه ونزلنا لهم غراضهم وحتى عاوناه من نزل الحيوانات، بس خطيه بزيدان نطحته وحدة من الهوايش وزعل، وبعدين أول بيت راضاه بسطلة لبن. إيه همزين ذولا شالوا المنطقتنا، يعني بعد راح نشبع حليب فرش وبيض عرب ومرجعي. يعني أنت هيك تشوفين حبيبتي فريال؟ والله عرفت راح ترجعي لي، لو تدرين إيش قد كنت مشتاق لك. هاي إيش تسوي يا معودة من أنا الناس؟ هاي شنو؟ امشي من أنا يلا. لا والله حبيبتي أنا مو بالسيارة، حاليا قاعد بالحديقة مات منطقتنا، أطق حديقة بغداد، كل ما ضوج أجي أقعد هنا والنفسية نرتاح. أب حمود عود لا تنسى تشتري تشيز تمن وتسوق لنا مخضر. بالي ما راح أنسى. لا يا الكعبة. ها بحمود يتفصت بالعبوة. هاش جابه هنا؟ الهواش ما ذاك الرجال مسوياته قدام بابكم، وانا الطليانة مستلمتني وصار لي ساعة كنس بعرون من قدام بابنا. بابا كنا نلعب طوبة وشوتتها واجت بوحدة من دجاجات جيراننا الجدد وفطستها وقال لي روح جيب عمامك، شنو معناتها؟ لا هذا فدنا وبسواها، خلي خابر الجماعة حتى نشوف لنا صورة حل. الطعابدين هاي التبريد هاي طعن لفترة يبوخ، ما تشوف لي تبيه. هاي كابتن هاي سيارتك مبين عليها تعبانة نفسيا. لا ما اعتقد، اصلا يوميا طبع تويلها متات قبل لا اشغلها. ومن تحط السويتش راسا تديرها لو شلون؟ اي راسا نديرها. لا دي هنا الموضوع، لازم تقول بسم الله يلا تشغل، والا شيطان يركب وياك ويبوخ تبريدك. شوف من حظك دق تلفوني، ولا كنت محضر لك ردانة تعدل فتشك. انو كابتن تعال يم بيت ابو حبشكل. ايه هانيم شفت الطليان والدجاجات تارس المنطقة وتعجبت، بس ترى ما يصير هالشكل. قابل وين احنا؟ وانا عبالي بديدان واطل للقمة، بطلع عنك وبعد اضرب من عنده. مش تقصد واصل القمة مع شنو؟ اعتقد ده يقصد قمة التخلف. ادري ايش يقصد، بس هو جبان وما يقدر يحكيها بوجهي. جبان. ايه صحيح، واعتقد هاي الاي صحيح معناتها ان انت ما تخوف كلبي. كابتن احترم نفسك لا نزلهم كلهم بالطهارة. او حمود انت ملدي زيت على النار، خلونا هسه نروح نحكي وياه وكيل راح يقتنع. عمي ذني حلالي وعزني بقد اولادي، والنوب تريدوني ابيعهم واقعد لو تنقلب الدنيا ما اسويها. ربيهم بالبيت مو تهدم بالشارع، هواشك وطليانك دمر منطقتنا. اذا حبستهم بالبيت ايش ياكلن زق نبوت؟ اي تجي تحلهم بالمنطقه حتى يدمرن حدائقنا. عيني هسه انت بمدينه مو بقريه. وشنو قابل انتوا اهل المدينه احسن من عندنا؟ لا عزيزي هاي مو مقارنه، واصلا بالنسبه لي ابن الريف احسن، اقلها يزرع وينتج، بينما احنا مستهلكين. القضية ان هذا اللي انت تسويه غلط، كل من هو له اسلوب حياة،
انت جيت للحضور فلازم تحترم اسلوب حياتنا وما تسبب ضرر بالممتلكات العامة والخاصة. خالي مرحبا عليك، انت دا تتفلسف بحجك وانا ما افتهم عليك. واجيكم من الاخير، حلالي وانا حر بهن واهدهن وين ما اريد. خوش عرفت بي ما راح يفيد الحج وياه. انا اشوف لو نشكي بالبلديه بلكي تشوفونا حل. انا بلديه واقدر اسوي هالمشكل. خايف انت خلق عامل بالبلديه، تقعد راحه. كيف مالكم؟ اي هاي هي، روح نحكي ويا مدير البلديه. بس هو هذا هم مواطن، هذا من حالنا، خو ما نقول له شيل من بيتك. لا عزيزي ما اريد اشيل من بيته، وإنما على الأقل لا يهد حيواناته حتى تدمر المنطقة، وأعتقد هذا واجبكم أصلاً. أبو حبشكل أنت رجال فاهم، والتنوع الثقافي ضروري بمناطقنا. لا عيني لا تنوع ولا هاي، أصلاً أكبر غلطة دمج المدنية والبداوة بمكان واحد، لأن راح يتولد مجتمع هجيم ما يعرف راسه من رجليه. هجيم معناته منغل. زعبور أنت خلفاضك، وثاني شيء لا تقاطعني وأنا داعشي. نعم أستاذ. بس انا اشوف التنوع ضروري باي مجتمع. استاذ ذاك الرجال هم جاب لك سطله اللق لبن وعلاقه بيض، اجيبهن لك لاضمهم بالثلاجه. ها خليهم بالثلاجه يمك. اخوان لا عبالكم هاي رشوه، الرجال دا ينطيني اياهن عن طيب نفس. هسه زدتوا متى؟ قلت انا اسوي هل وانتم ما سوي راضي. وشون راح تحلها انت؟ ابو الزيدان سوق جريد طلقة. ولكم يا حرامية وقفوا. هجية هات اتنين كلهم صدقة. اشكرك ابني، هاي صدق الوجه اللامون. لا هجية هاي صدق الوجه مال كريشنا. وشنو هذا كريشكم مال شسمه؟ كريشنا هو الألم مال هنا. وشنو لكم انتو ربكم واحد عن العالم؟ يلا امشي منا ولا تكفر. لا دشو رجل لام مالاني. رجع لك سقنبوت، يلا منا دي. ولا انت نفر مسلمان ناكرنا ما. اخوي اكو من يبوك حلالي ودلوني عليك وقالوا الحل يمك. ايه عيني عندي هاي الشريحة الصغيرة ازرعها بهواشك، وين ما يروح تقدر تتبعهن وما حد بعد راح يقدر يبوقهن، وسعر الشريحة 100,000 بس. 100,000 ايش دعوة؟ انت عندك هوش وجمس واسعارهم بالملايين وتستكثر عليهن 100,000، واذا ما تريد منهن راح امشي. لا عمي ريش عندي غير هواشي. هل ترى ذاك الرجال زرع شريحة بهواشة وطليانة وبعد ما تقدرون تبوقوهن؟ وياهل قال لك احنا بقناهن. المهم عندي هذا الجهاز بس تشغله يشوش على الشريحة ويحرقها، اذا تريدون سعره 3,000,000. لا عيني لا نريدك ولا نريد جهازك. لا عاد ايش راح نسوي ابو حبشكة؟ قبل من كانت عندنا كلاب مسعورة بالمنطقة، كنا نجيب واحد ما يخاف الله وقضوه ميت ويسممهن. لا عمي اذا تقصد نسمم الهوش فما نسويها، الله ما يقبل. واحد ما يخاف الله وقلبه ميت. عفوا تشغل علي. ايه يا هواشي وطلياني اسرحن براحة تشين، بعد ما حد راح يقدر يبوك تشين. هاشنو ايش دا يصير؟ لا يا الله امانا ميت ادرا ميت. هنا الدورة. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.